30 ثانية أعرف أخطر الطرق في العالم. 3000 شخص بيموتوا سنوياً على طريق الموت في بوليفيا. الطريق ده بيربط موسكو بمدينة ياكوتسك، وفي الشتاء بيتحول لبحيرة طين بتعطل الناس فيه بالأيام. تشيكا في المغرب بيصنف كرابع أخطر طريق في العالم بسبب المنحدرات الكتير اللي فيه. ده في النرويج، ما بيختلفش كتير عن اللي قبله، وممنوع أي عربية طولها أكتر من 12 متر تمشي فيه.